طراح المتعافين. هذا واحد عندنا في الديره من ربعنا. طبعا احنا زواجاتنا في الباطن، احنا ورعات نروح مع امهاتنا. زواجاتنا من اول وش ينهي؟ بر وفرشه، ويجينا طال عمرك بيعتني قال لها منين الله يذكرها بالخير وانقلها ميته الله يجيح منها. كانت يريه جيل اللي يجيب الكيس لا البقشة بيجي قلل علي الله شاهد العجوز ان هذا كبرها، لا كبرها العجوز علي الله شاهد انها تشيل فوق راسك من الطاولة دي علي الله شاهد انها تشيل فوق راسك كيس كبرها كبرت الطاولة هنا بدون ما تمسك التفت على الراس يغدي لها عقال ايه علي الله علي الله شاهد ان يلقيز انه كبر ذا تجي تبسطي وتبيع عندنا في الديره. المهم طال عمرك كان في واحد من الجماعه ورع، هو مو ورع ذيك الحين، انا ورع هو اكبر مني ذيك الحين بست سنوات، كنا نسميه النطوح. النطوح اي الله الله يذكره بالخير، يذكرون عيال الديره اذا يسمعون ذا. نجي عند العجز نقول اعطونا ميد امهاتنا، اعطونا ريالات نروح نشري من المنيره، يعطونا نروح عند شنو تبيع؟ تبيع بسكوت وفشفاش وعصير غوار ذا عرفتوا؟ البلاستيك. فقارة. إيه. المهم نجيها ونشري منها، يجينا الخبل ذا. يقول عطني العصير اللي في يدك. النطاح ذا. إيه، عطني العصير اللي في يدك. قلت له والله ماني معطيك. شوي لطمر واحد قال عطني الريال اللي معك اشتريه. قال لا والله ماني معطيك. عطني عطني قال ماني معطيك. علي الله شادي رجلني يستدير بس. يستدير ياخذ لفه ويجيك يعدي ينطح ينطح اعوذ بالله علي الله شاهد انه ما يضرب الرجال هنا وجه وجه اقسم بالله راسه اي انا شاهد ما ليه طيب ساكن بالرطرطيه هو الله يذكره بالخير نطوح الرجال ما ادري معاشر له الطليان ولا معاشر له ذيران عليه حرام ما يضرب الرجال هنا ويوم شفته نطح الرجال قدامي عودتكم فاضت العصي عصير ايوه شرب العصير جعل الله ما يضر من بطنك والله صدق انت لا شفت اليد اللي ما تروس فيها صبح صح يد ما تقوى صبح نعم بعض الرجال يا ولد ما صافحني يا ابو عبد لا يا رجال انت يا لا يا ابو ابو عبد الله يدفع الشر دام يندفع ايوه ونطوح ذا بينك وبين علاقه للحين صحبه النطوح ذا اكبر مني ب 27 غير ان ذا الحين ما عاد صار ينطح لكن من اول سماد النطح يلحق الرجال يمكن عيونك تدره في الارض تنزل وصل نطوح يا تعطيني عطنا دي شي عطنا موقف لك هوشه ناطح ناطح